خمس مهارات لو اتعلمتهم وعرفت تشتغل عليهم صدقني هتفرق جدا في قناتك واسلوبك وطريقة تقديمك وكمان اقناع المشاهد بيك، فبالتالي هتزيد مشتركينك وهينقل محتواك من مكانة لمكانة تانية خالص. صدقني انت بس لازم تتعرف عليهم ومع الوقت هتبقى متمكن جدا فيهم، مش عايزك تتقنهم من اول يوم. انا الى هذه اللحظة البعض منهم لست على علم كافي جدا بيه. اول حاجة المونتاج، احنا في 2023 والى هذه اللحظة في ناس ما تعرفش يعني ايه مونتاج وكمان بتخاف تسأل. المونتاج هو طريقة تقديمك للمحتوى وان حضرتك ترتب محتواك بالطريقة المناسبة، سواء بداية او نهاية او انتقالات بين المشهدين او كتابة على الفيديو. كل الكلام ده حضرتك في البداية بتكون خايف وقلقان منه، ولكن صدقني مع الممارسة الوضع جدا بيختلف اطلاقا، بيخليك دايما فاهم ودايما تقدر تشتغل بسرعة مع الوقت. صدقني لا هيفرق جدا معاك مشاهدينك، اصلا الموضوع هيختلف. انا بالنسبة لي لما عملت مونتاج الناس بدأت تشكر فيه واختلف جدا معايا في طريقة تقديمي حتى وكلامي مع مامتي، قولها تعالى بص الفيديو حتى فخري انا ذات نفسي بيه. فاول حاجة المونتاج. رقم اتنين التصميم. التصميم الخاص بالصورة المصغرة او الالوان او اللبس او الديكور، اي حاجة من الحاجات دي مهمة، او تصميم المطبخ وحضرتك بتصمم، او تصميم الادوات اللي انت بتستخدمها، او لبس الجوانتي، حاجات كتير جدا بتفرق. التصميم ده انت لازم تعرف عنه وكمان تفهمه، لان الموضوع ده بيفرق جدا معاك. يعني انت لو قناة طبخ لازم افهم في التصميم. ايوه، ما هو انت اللون البنفسجي والاحمر واخضر وازرق على صورة مصغرة مش هيلفت العين، ده انت كده بتعمل عمى عين، عمى الوان، فانت لازم تعرف الالوان وتنسيق الالوان وازاي تحط لون مع لون وايه هينفع مع دول. ولو عايزين مواقع عن الموضوع ده انا ممكن اشرح لك مواقع كتير جدا. فالحاجات دي مهمة جدا ليك انك تتعلم في تصميم الكتابة على الصورة، ازاي تحط الصورة دي، ازاي تعمل رياكشن الصورة، ازاي تفهم الحاجات دي مهمة جدا لازم تعرفها. وطبعا من محتوى لمحتوى بيختلف، لان بشوف بعض المحتويات بيكتب كلام على صورة مصغرة لا يرى بالعين المجردة، محتاج ميكروسكوب. قالوا ميكروسكوب، قالوا انا مش شايف، برضو مش شايف، وبرضو هنا هتحس نفسك مش شايف. رقم ثلاثة كتابة المحتوى. لازم تتعلم كتابة المحتوى. انا في محتوايا بتعلم او بشوف ان انا محتاج ان انا اقول الكلام من تلقاء نفسي، يعني بتعود على الارتجال، بطلع بروح قايل الكلام اللي جوايا وخلاص. لكن انا بنصحك انك تتعلم تكتب محتوى، لان كتابة المحتوى ده هيفرق جدا معاك، والله العظيم ثلاثة هيفرق جدا معاك، انك عارف المشهد هيبدأ منين وهينتهي فين، وكمان هيفرق جدا معاك في المونتاج، وكمان هيفرق معاك في التقطيع، وكمان هيفرق معاك في حاجات كتير جدا حضرتك ممكن ما تتخيلهاش. حاجات بسيطة انت بس اعرف يعني ايه كتابة محتوى، تبدأ ازاي، بدايتك الفيديو ازاي، نهايتك ازاي، ازاي تدخل مشهد على مشهد، ازاي صوتك يكون كويس، لان في حاجة اسمها فن الالقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازايكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. على عكس ازيك يا اسطى، عامل ايه اداره، طمني عليك، انت الدنيا فن، ده مش الغاء اطلاقا. وهنا هتبقى تحول من منشئ محتوى لشخص تاني. انا محتاج من حضرتك انك تكون منشئ محتوى بتكلم بطريقه المناسبه لمشاهدينك، ويكون فن القائك وطريقه تقديمك للمحتوى لائق بمحتواك. يعني محتوى التعليمي ما ينفعش اقول لك فيه يا اسطى، المحتوى التعليمي لازم اقول لحضرتك حضرتك يا فندم. المحتوى التعليمي انت بتكلم ناس منشئين المحتوى، يعني قنوات كبيره ما ينفعش تستهين بيهم. طبعا محتواك انت ادرى بيه وفن القائك يختلف عني. في بعض المحتويات بيقص مثلا ايه القاء الهزار شويه، انك تهزر فيها، زي مثلا انا في البث ما ينفعش اكون اتم، ما ينفعش اكون رخم، ما ينفعش اكون بارد او سمج، لازم اكون مع حضرتك بالطريقه اللي حضرتك عايزها، اضحك وهزر عشان البث يكون حلو مش بارد. على عكس مثلا لو بث بارد انت بتدخل ايه يا عم البث البارد ده، مع ان ده محتوى تعليمي، بس ما فيش اي مشكله لما يكون المحتوى او الفيديو نفسه او التلقاء نفسه هو القاء هادي وطريقه تقديم كويسه، وكمان محتوى بيختلف عن محتوى وفيديو عن فيديو وطريقه تقديم عن اخرى، حاجات كتير جدا بتفرق في الجزئيه دي. الخمسه هي 2 في 1. يعني ايه 2 في 1؟ يعني تصوير واخراج. التصوير والاخراج محتاجه ذكاء جدا وتغذية بصرية، يعني تبدأ تشوف فيديوهات لناس كتير جدا انت عايز تكون زي الناس دي بل احسن كمان،
وعلى فكرة أنا إلى هذه اللحظة بتعلم وبفهم وبشوف فيديوهات غيري كتير جدا علشان أعرف على الأقل أقلده، على الأقل أكون جزء من طريقة تقديمهم، لأن طريقة تقديمهم بتعجبني. فإيه المشكلة لما أكون أنا معاهم أو جزء منهم أو بتعلم منهم؟ إيه المشكلة؟ قنوات المونتاج كتير جدا، في اللي بيشرح بالموبايل، في اللي بيشرح بالكمبيوتر، كل واحد من دول ليه أكتر من مكان أو أكتر من أسلوب أو أكتر من طريقة بيشرح بيها. حضرتك دور على القناة اللي تناسبك واللي انت ممكن تشوفها قناة مفيدة ليك وابدأ اتعلم منه. يا جماعة تعليم المونتاج سهل جدا، انا دلوقتي بقولك سهل جدا، ولكن في محتوى صعب جدا في مونتاجه زي الجيمينج، ومحتوى سهل جدا زي الطبخ. حضرتك انا متأكد انت في الطبخ هتقول لي محتوى الطبخ سهل، ما انت ما شفتش الجيمينج اللي اتقرص من الشوربة ينفخ في الزبادي. صدقني. شكرا للجميع، كان معاك المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب، وسلام يا صاحبي. الالقاء دي مش القاء بس انا بحب اهزر معاك. شكرا.